مشاهدينا، وللمزيد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وسياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها الحكومة الحالية كما انتهجتها الحكومات السابقة، معنا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. مساء الخير أستاذ أحمد. حياكم الله. البطريرك لويس ساكو يقول إن العراقيين بحاجة لدولة تحترم حقوقهم ولا تفرق بينهم، ويصف الوضع في البلاد بالمخجل. برأيكم هذا التشخيص هل يمكن أن يحرج الحكومة، حكومة السودان اليوم؟ نعم، أعتقد أنه شخصية دينية له آلاف الأتباع في العراق وفي عموم العالم، فعندما يتحدث بهذا الشكل تجاه الحكومة العراقية فإنه يضعها في حرج كبير، سيما وأنه هو ذاته لويس ساكو قد تعرض للقمع عندما يعني قامت حكومة السوداني وبدفع وبدعم من ميليشيات مسيحية مناوئة للتيار الديني الذي يقوده ساكو إلى إقصائه عن منصبه، ومن ثم تم نفيه إلى أربيل، إلى أن تدخلت شخصيات دينية دولية وقاموا بالضغط على السوداني الذي قام بإعادته إلى بغداد، وكانت خطوته تمثل مجاملة في الحقيقة، لأنه ما زال مقيدا من الوصول إلى الصلاحيات التي كان يتمتع بها. فبالتأكيد يعني هذا التصريح يضع حكومة السوداني أمام اختبار من أنه ينبغي عليك أن توفر الشروط اللازمة لتحقيق مبادئ وإرساء أسس حقوق الإنسان في العراق كما تدعي حكومة السوداني والحكومات السابقة من قبل. وفق هذه الادعاءات، التقارير الدولية تؤكد اليوم أن العراق دائما من الأسوأ عالميا فيما يتعلق بحقوق الإنسان. أولا، من الذي أوصل البلاد إلى ما هو عليه، وما تأثير مثل هذه التقارير ونتائجها على ادعاءات الحكومة من تحسن حقوق الإنسان في العراق وتحقق بعض الإنجازات؟ الانتهاكات في العراق يعني مستمرة، وهذه المنظمات الدولية تمتلك مجساتها الخاصة التي تتابع كل شاردة وواردة على الساحة العراقية. يعني العراق للأسف بيئة خصبة للانتهاكات ضد حقوق الإنسان، لأن العراق كما تعلم محكوم من عدة جهات وأحزاب سياسية وتتحكم بوضعه الأمني عشرات الميليشيات المدججة بالسلاح والمدعومة من الخارج. في العراق لدينا الاختفاء القسري الذي مارسته الأحزاب السياسية والميليشيات ضد المعارضين وضد الناشطين والصحفيين، وأيضا يعني محاولة الحكومات السابقة والحالية بتقييد حرية التعبير من خلال إصدار قوانين اعتبرت من قبل هذه المنظمات من أنها تقيد حرية التعبير وتقمع الحريات الصحفية في العراق. أيضا لدينا أشكال وأنواع أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان تتعلق بالعنف ضد السجناء والعنف ضد النساء وكذلك الأطفال. يعني ما بين يوم وآخر نسمع قصص يشيب لها الولدان من انتهاكات حقوق الإنسان تجري في العراق، والحكومة وقوانين القضاء تقف عاجزة عن كبح جماح هذه الانتهاكات ووضع عقوبات رادعة لهذه الانتهاكات. أيضا يعني العراق في موقع الاتهام فيما يتعلق بأحكام الإعدام المفرطة التي يصدرها القضاء ضد السجناء دون أن يخضع السجناء هؤلاء لتحقيقات قضائية عادلة. اليوم هنالك الآلاف من أحكام الإعدام معلقة، وهنالك أنباء يعني يتم تداولها البارحة واليوم من أن رئاسة الجمهورية وكذلك حكومة السوداني تضغط على رئاسة الجمهورية من أجل
التعجيل بإجراءات الإعدام، وسمعنا من مصادر خاصة من أن هنالك وجبة تتكون من 15 شاب من أهالي تكريت قد تم إعدامهم بتهمة الاشتراك بجريمة سبايكر. يعني كل هذه الأشكال والألوان من انتهاكات حقوق الإنسان بالتأكيد تضع العراق في مقدمة القوائم السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان. طيب، هنا أيضا معهد كليندا جيل الأوروبي للدراسات يقول أنه فكرة تجدد تظاهرات تشرين لا تزال موجودة، هذا الشيء إلى أي مدى يؤرق الحكومة أو إلى أي مدى يمكن أن تتعاطى مع الغضب الشعبي اليوم وحقوق الإنسان كما ذكرت وكما هو مؤشر الذي هي في أسوأ حالاتها في العراق، إلى أي مدى يمكن أن يتحقق على أرض الواقع؟ بالتأكيد يعني الأسباب التي أدت إلى يعني خروج الشباب في تظاهرات تشرين ما زالت قائمة، ما زال الفساد ينخر في جميع مؤسسات الدولة، ما زالت الانتهاكات ضد حرية التعبير والتبعية للخارج ما زالت قائمة، بل أن الأمر ازداد سوءا. فبعد أن كانت هذه الأحزاب تتهم هذه طبقات الشباب والذين خرجوا بتظاهرات تشرين تتهمهم بأنهم أبناء سفارات، أثبتت الأيام من أن أبناء السفارات الحقيقيين هم هذه النخبة السياسية الحاكمة اليوم. يعني كما تعلمون اليوم تعيش السفارة الأمريكية ويعيش النفوذ الأمريكي في العراق أفضل أيامه بعد أن توصلت السفيرة الأمريكية والإدارة الأمريكية إلى تفاهمات سياسية جعلت من الميليشيات التي كانت تتوعد بتحرير القدس وتتوعد يعني إخراج المحتل من العراق جعلتهم كالحمل الوديع اليوم، يعني وأصبحوا يتحدثون بالسياسة، بل أنهم أصبحوا ينتقدون من يهدد باستخدام السلاح ويهدد بالتصعيد ضد الدور الأمريكي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية في العراق بشكل خاص وكذلك بشكل عام على مستوى الوطن العربي، وموقف الولايات المتحدة الأمريكية من ما يجري من جرائم ومجازر بحق الفلسطينيين في غزة. فبالتأكيد يعني هذه الأحزاب تشعر بالخوف من المظاهرات، لأن المظاهرات يعني لها تأثير قوي على استقرار هذه النخبة السياسية وتمارس ضغطا كبيرا على الحكومات وتضعها في حرج كبير أمام العالم. طيب أحمد، أيضا كيف يمكن تفسير غياب أي مؤشر على أي تغيير حقيقي في نهج الحكومات المتعاقبة رغم ثورة تشرين التي انطلقت عام 2019 والتي من المفترض أنها أعطت مؤشرا كبيرا للأحزاب والحكومات أن الشعب العراقي لا يفرط بحقوقه ولا كرامته، ولكن لم يتحقق أي شيء، بل بالعكس يعني تم استهداف الصحفيين، تم تكميم الأفواه، واليوم نرى حتى وزارة التربية تثير غضب العراقيين بأنها تمنع موظفيها من انتقاد السياسيين. بالتالي ما الذي تريده وزارة التربية الحكومة من تكميم كل الأفواه ولم يتحقق شيء بعد ثورة تشرين؟ يعني حكومة السوداني عندما يعني وصل محمد الشيع السوداني إلى سدة الحكم يعني حاول أن يخفف من وطأة انتهاكات حقوق الإنسان، لأن يعني انتهاكات حقوق الإنسان سبق وأنا طاحت لحكومة عادل عبد المهدي من خلال تظاهرات تشرين التي خرجت لأجل تحقيق هذا الهدف. لذلك يعني كما تعلمون يعني منذ تولي محمد الشيع السوداني منصب رئيس الوزراء في أكتوبر من عام 2022 أطلق خطة وطنية لحقوق الإنسان تمتد لخمس سنوات. يعني كانت هذه الخطة تهدف إلى يعني موائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية و يعني تعزيز سياسة الحماية وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان، لكن كل هذه التشريعات بقيت حبرا على ورق، فما زال قمع الحريات مستمر،
ولدينا اليوم قانون حرية مكافحة المحتوى غير اللائق الذي اعتبر من قبل ناشطين محليين وكذلك منظمات دولية من أنه أداة جديدة تستخدمها الحكومة الحالية من أجل قمع الحريات وملاحقة الآخرين. أيضا يعني العراق ما زال يعاني من مشاكل تتعلق بحقوق اللاجئين وحقوق النازحين الذين يواجهون عقبات كبيرة في الحصول على يعني ظروف حياتية ملائمة. ما زالت يعني المئات من مخيمات النازحين تغص بالنازحين الذين تعجز الحكومة الحالية عن إعادتهم. القائمة تطول على انتهاكات حقوق الإنسان والتقصير بكل حق من حقوق الشعب العراقي على كل المستويات. أحمد الجميلي الصحفي العراقي، كنت معنا من بغداد، شكرا لكم على هذه المداخلة.